نجوم النادي الاهلي السابقين، واحد من اللاعبين اللي احترفوا في الدوري الالماني، وبالتالي هيقول لنا بعض التفاصيل الخاصه بالكره الالمانيه ومواجهته مع النادي الاهلي، وخصوصا ان هو يمكن لعب سواء بقى في النادي الاهلي وايضا في كايزر سلاوتن في المانيا. كابتن سمير كمونه، صخر الدفاع النادي الاهلي. كابتن سمير، مساء الخير عليك. بخير يا كابتن فاروق، اخبارك ابو اخبارك ايه؟ كباتن؟ حبيبي انت حبيبي، فين يا كابتن اخبارك ايه؟ سمير؟ وحشني. ما بتسهرش ليه؟ موجود اهو، ما انت مطنشني بقى. لا ما اقدرش. انت كمكمه حبيبي. حبيبي يا ماشي دوب، يا كابتن ربنا سمير. يخليك. طيب، يعني من خلال تواجدك في الدوري الالماني يا كابتن سمير، واكيد شاركت مباراه فريقك امام البايرن، ووجود النادي الاهلي في مباراه كبيره امام هذا الفريق اللي ممكن في الوقت الحالي في افضل حالاته، التعامل مع هذا اللقاء ازاي يا كابتن سمير من خلال وجهه نظرك؟ لقاء قوي جدا، ولاعيبه النادي الاهلي طبعا اكيد لعيبه كبيره، وابطال افريقيا وابطال الدوري الموسم اللي فات، فبالتالي مباراه قويه جدا ما بين بطل اوروبا وبطل افريقيا. انا شايف ان المباراه دي يعني على اعصاب كل الاهلاويه، كلهم على اعصابهم وخايفين من نتيجه المباراه، ان هم بيلعبوا فرقه كبيره جدا. اكيد الفريقين يعني بيمتلكوا حاجات كتير قوي، الفروقات الفرديه من اللاعبين، مستوى الاسامي والنجوميه واختلاف جوده اللاعبين والعقليات والحاجات دي كلها. لكن طبعا في بدايه صفيره البدايه بيتساوى الجميع صحيح على ارضيه الملعب، صحيح، انما المجهود بيحسم اللقاء، والاصرار والدوافع، فما فيش شك هتبقى مباراه قويه جدا. لكن بقول لعيبه النادي الاهلي اتحطيتوا في موقف زي كده كتير، لعبتوا ريال مدريد ولعبتوا البايرن قبل كده وظهرتوا بصوره كويسه، والنادي الاهلي في الماتشات دي، الماتشات الحاسمه او الماتشات اللي هي بيبقى فيها قيل وقال ومستنيين نتيجه او نهائيات، بيبقى النادي الاهلي بيظهر بصوره كويسه جدا قدام بطل كبير جدا. قدام بطل يعني صحيح، بيتكلم في بطل اوروبا وبطل الشامبيونز ليج 5 سنين ورا بعض، فبيتهيألي والسنه دي، السنه اللي فاتت طبعا واخدين 5 بطولات، بيمتلكوا لعيبه على مستوى عالي جدا. صحيح، هم بيمتلكوا لعيبه على مستوى لعيبه جدا عالي جدا مع المدرب هانز فليك طبعا معاهم، من اول ما مسك عامل شكل كويس جدا، صحيح، وبيحترم النادي الاهلي وبيتكلم عن النادي الاهلي بكل احترام، بيقول احنا لاعب فرقه بطل زي ما احنا بطل اوروبا هم بطل افريقيا. وخلي بالك كابتن سمير، انت يعني انت عارف ان الناس دي ما بتهرجش، الالمان بالذات كمان في طبعا شغلهم. طبعا هم، طب اتفضل يا كابتن، اتفضل. عايز اقول بس ان هاينز فيليك طبعا عمل محاضره على لعيبه النادي الاهلي واتفرج عليهم وشاف نقطه القوه، مش عايز اقول نقطه ضعف، النادي الاهلي يمتلك لعيبه مميزه جدا مع حارس مميز محمد الشناوي، والراجل اتكلم قال ان اتفرجت على الفرقه والفرقه مميزه وكسبوا المباراه الاولانيه وهم بطل افريقيا، فاكيد طالما وصلوا لكاس عالم الانديه فاكيد ليهم كل الاحترام والتقدير، ان احنا هنقابل فريق بطل وفريق قوي، واحنا بالنسبه لنا هنسعى ان احنا نكسب المباراه، وان شاء الله يعني هو بلغه كلامه يعني بيقول ان هو ممكن يعني بعد المباراه دي يكسبها ينافس على البطوله، واخد بالك؟ او عايز ياخد البطوله، فهي دي بدايه الانطلاق بالنسبه للبطوله بالنسبه له هو يعني. طيب كابتن سمير، خليني اسالك سؤال. كابتن سمير، انت حضرتك كنت من افضل المدافعين اللي جم في تاريخ مصر، فكره اللعب بكره، البعض يقول لك هنقفل ونلعب على الهجمات المرتده النادي الاهلي، لكن انا وجهه نظر النادي الاهلي عمره ما اتعود على الجزئيه دي. من وجهه نظرك بكره الجزء الخاص بالنادي الاهلي الخططي يعتمد على ايه امام بايرن؟ هو موسيماني مدرب زي ما انا قلت قبل كده ذكي، بيعرف يتعامل في كل مباراه على حسب الخصم اللي موجود. يعني بكره موسيماني حاطط كذا سيناريو للمباراه، هو على طول بيلعب 4-2-3-1، بكره هيغير طريقه اللعب، هيلعب 4-3-2-1، واللي غير طريقه اللعب دي يعني لعيب واحد هو ديانج ديانج، عشان خاطر يقدر يسد الثغره اللي موجوده في وسط دفاع النادي الاهلي، ويعتمدوا على الضغط، ان هم الفرقه بتمتلك لعيبه كويسه جدا، فرقه البايرن في نص الملعب بالذات، في طبعا في مولر وفي مارك روكا وفي كاميتش وفي تاني وكومان وجنابري، ولعيبه كويسه جدا، بالاضافه كمان للعيب الداهيه اللي هو من
احسن فراوده العالم ليفاندوفسكي، فلعيب هداف ولعيب قوي، فاكيد عامل حساباته خط الظهر، عارف حساباته مين هيمسك ليفاندوفسكي في الكرات المتحركه او الكرات الثابته، ازاي هيقفل الاطراف عن طريق معلول او هاني او اكرم او بيكهام، هنشوف مين اللي هيبدا في حته اليمين دي اللي هي فيها كلام كتير. بالاضافه ان هو نبه على اللعيبه في النادي الاهلي ان هم يضغطوا في نص الملعب، ما يسيبوش مساحه ويسيبوا فورات ان فريق بايرن تستلم، ولما بيستلموا ويجي بوشهم على اي منافس بيسببوا خطوره جامده جدا، شفناهم في بطوله اوروبا الموسم الماضي والماتشات اللي لعبوها في البوندسليجا، بيتالقوا من على الاطراف وبيقدروا ان هم يعملوا كرات عرضيه قويه جدا، فاكيد هو هيسد الثغره دي سواء من الشمال او اليمين، بالاضافه ان في نص الملعب لازم فاروق فرقه النادي الاهلي تضغط، ما يجيش استعجال وما يخافوش، وهو النادي الاهلي نادي كبير يعني ياما لعب فرق كبيره وظهر بمستوى لائق جدا، صحيح كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هم هيعملوا مباراه كويسه ان شاء الله. بحس المدافع كابتن سمير مين يمسك ليفاندوفسكي؟ ايمن اشرف ولا بدر؟ الاثنين ماشيين بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي في الدوري وفي بطوله كاس العالم للانديه، انما انا ارجح او ارشح بدر بنون يلعب مع ليفاندوفسكي بالذات في الكرات العرضيه، ان هو اطول شويه وبيجيد اللعب بالراس ويقدر ان هو يتصدى الكرات العرضيه ويحاول على قد ما يقدر، انا من وجهه نظر ان هو يلعب اثنين على واحد يعني ايمن اشرف يبقى قدامه وبنون يمسك مان تو مان مع ليفاندوفسكي الفرد خطير، عشان الكره لو جت قريبه ايمن اشرف ياخدها، لو جت في مهيئه في المكان اللي فيه ليفاندوفسكي ان هو بيلعب دماغه كويس يقدر يتصداها بدري بدري. صحيح، هو المشكله كابتن هيمسكوا مين ولا مين، ما هي دي النقطه برضه. بس هو الوحيد اللي هيبقى مميز يعني. اه طبعا في الجزء البوكس دي هو يعني عندنا ارقام بالنسبه له، ليه بالنسبه لعدد الاهداف مخيفه بالنسبه بس الحته اللي انا قلتها لك دي بالنسبه للتمركز الدفاعي او مان تو مان جوه ال 18 هي النقطه دي، ايمن اشرف يبقى قدامه وبنون يبقى بيلعب معاه مان تو مان، مع الربط طبعا محمد الشناوي بياخد العالي كويس وماشي بشكل رائع مع النادي الاهلي. طيب كابتن رضا خليني اقول لك، كابتن سمير انا اسف معلش، فكره القيمه السوقيه بالنسبه للعيبه الاهلي وزمالك والبايرن، وفكره مثلا اخد لك ليفاندوفسكي مثلا قيمته التسويقيه في السوق 60 مليون يورو، عندنا على الجانب الاخر مروان محسن مليون يورو، هل ده بيتحط في الاعتبار في الملعب من وجهه نظر كابتن سمير؟ لا، واحنا انت بتقارن لعيب اوروبي بلعيب افريقي او لعيب مصري، طبيعي جدا ان في فروقات فرديه حتى في المستوى الفني والمستوى المادي، فده طبيعي جدا يا فاروق ان انت بتتكلم في من احسن فروده العالم، ممكن يكون عدى 30 او عنده 31 او 32 سنه، انما القيمه التسويقيه بتاعته عاليه يعني كويس بالنسبه للمدافع للمهاجم كويس جدا، انما انت بتتكلم على مثلا لعيب زي مروان زي مثلا بواليا الشحات، كل ده هي دي الاسعار اللي موجوده، الاسعار اللي موجوده جوه مصر وفي افريقيا غير خالص القيمه التسويقيه اللي بتبقى موجوده للعيب الاوروبي. صحيح يا كابتن، عشان كده بتتكلم في دوري مختلف كمان يعني. مختلف جدا وفرق قوه وسرعه وتهديف والدوري البوندسليجا غير الدوري المصري خالص، فدي بتبقى فيها فرق يعني، ودي حاجه ما تزعلش، ده طبيعي طبعًا جدا. طبعا صحيح صحيح العالم يعني. هو لا تقليل طبعا من فكره اللعيبه بتوعنا، لكن كابتن يعني اخيرا كابتن سمير، احساسك كده الماتش بكره ممكن يخلص كام؟ بص، هو مباراه عايزين نستمتع بيها رقم واحد فنيا، لعيبه النادي الاهلي تستمتع وتشتغل بجديه واصرار والدوافع تكون عاليه جدا، ممكن المباراه طول ما النادي الاهلي بيعدي الوقت في صالح النادي الاهلي، صحيح يقدر ان هو ما يستقبلش هدف في الاول، هيبقى في مبادره من النادي الاهلي ان هو يهاجم برضه ويقدر ان هو يبقى ند مع فرقه البايرن، الفرقه العنيده جدا اللي عندها سرعات وعندها قوه وعندها نسبه تهديف عاليه جدا، انما انا شايف يعني او وجهه نظر النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس، واتمنى ان شاء الله ان اول 45 دقيقه ده بس تعدي على خير يا فاروق. يا رب ان شاء الله يا كابتن. النادي الاهلي ما يستقبلش اهداف ان شاء الله، وممكن يعني النادي الاهلي ان شاء الله يعملها بكره يعني باذن الله. مش بعيده يا كابتن طبعا. بشكرك كابتن سمير وكل التوفيق لكابتن سمير كمونه، واحد من نجوم مصر اللي شاركوا في الدوري الالماني وكان موجود بشكل قوي في الدوري الالماني، بالاضافه طبعا مجموعه من اللاعبين كابتن سمير، كابتن هاني رمزي، محمد زيدان، يعني عندنا مجموعه من اللاعبين اللي لعبوا في الدوري